تحدي النهارده هو تحدي مهارات فرديه، ولكن كالعاده هيكون مختلف شويه. لاعب من فرقه كابتن ساره هيبقى الكوره معاه وهيبدا من ورا خالص، ممنوع انه يطلع بره الإقماع اللي على اليمين وعلى الشمال، ولازم يوصل للناحيه الامنه او السيف زون اللي هي بعد اخر قمع الناحيه الثانيه. في نفس الوقت هيكون في لاعب من فرقه كابتن عبد الستار صبري قاعد هناك معاه خمس كور، وبيرمي عليه الكوره بس يرميها على الارض ويحاول انه يخبط الكوره فيه. كل ما يخبط الكوره فيه مره اللاعب ده بياخد نقطه، ولو نجح ان هو يخرج الكوره اللي في حوزه اللاعب اللي معاه الكوره اللي بيرقص بره الإقماع، اللاعب ده بيطلع بره خالص. تمام؟ وبعد كده هنعكس. اوكي. تعال. طاهر، فين طاهر؟ مين فيكم اللي هيبدأ؟ كابتن عبد الستار. جو. بالرياض، أكنك بالرياض. وادي اتنين. أيوة. وادي تلاتة. يا ولد. يا ولد. يا ولد. لا بس. جو. بره يا ابني بره. لا طاهر. ادي واحد. ادي نقطة. عندي. مستنيين ايه؟ يبقى كده الجولة الأولى نقطتين لفرقة سارة، صفر لفرقة صفر. الجولة التانية تختاروا لعيبة تانية أو نفس اللعيبة براحتكم. أنا اخترت. جهزته. ماشي. تعالى. 3 2 1 ابدأ. حلوة حلوة حلوة. يا ولد. عدى. برافو عبد الرحمن. ركز. اول ما يرفع اضرب. كمل. عدى. كده الجولة التانية 2-0 برضو. الجولة التالتة بقى ابدا. الاتنين شول. اهدى. ايوه اهدى. ولا لا جاب واحده كده. يبقى النتيجه 2-1. وكده مين اللي كسب؟ انا ازاي انا حتى لو كسب خلاص كيكا. لا تحت شكر. واحد اتنين تلاته. يبقى كده كابتن ساره بتتغلب على كابتن عبد الستار صبري. كده يبقى حسام عاشور مع ساره وعبد الستار صبري. معلش انا راكب في الملعب. انا مبسوط جدا على فكره. انا بخسر على طول المسابقات دي، انا بكسب على طول في الملعب. الله. يلا سطر. الله سطر. في سيمي. عندنا سيمي فاينل. ايه؟ ايه لا يحصل؟